مشاهدينا، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد رفض اتهامه بالعنصرية ضد المهاجرين الأفارقة معلنا عن قرارات لتسهيل إقامتهم في البلاد. وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنها تعبر عن استغرابها من الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس حسب قولها. وأشار البيان إلى أن تونس تصدت بكل الوسائل لجريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الأخوة الأفارقة لحد الآن، مؤكدا أن الدولة التونسية لم ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها. هذا وشكك مراقبون في أن تحتوي تصريحات سعيد وبيان الرئاسة الأزمة التي تسببت فيها تصريحات سابقة لسعيد، وأثارت غضبا أفريقيا ودوليا واسعا. واتخذت العديد من الدول الأفريقية إجراءات قد يكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد والدبلوماسية التونسية. هذا وسخر العديد من النشطاء من تلك الإجراءات واعتبروها متأخرة ولن تنجح في جبر الضرر الذي أحدثته تصريحات سعيد. نتابع. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي من تونس السيد الحبيب بوعجيلة، عضو حراك مواطنون ضد الانقلاب. أرحب بك سيد الحبيب. بداية، كيف تقرأ بيان الرئاسة التونسية البارحة؟ الحقيقة أنه ليس بيان للرئاسة التونسية بالتحديد، لأن هذا البيان نشر باسم تونس دون إمضاء في مواقع ثلاثة: موقع رئاسة الجمهورية، وموقع رئاسة الحكومة، وموقع وزارة الخارجية، مما يجعلنا لا نعلم إن كان هذا البيان هو بيان لرئيس الجمهورية أو بيان لرئيسة الحكومة أو بيان لوزير الخارجية. في كل الحالات هو تكلم باسم تونس ليكون نوعا من أنواع الاعتذار أو التراجع النسبي على التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، والتي أثارت غضبا كبيرا في الأوساط الإفريقية وأيضا في الأوساط العالمية، وبالخصوص في الأوساط الحقوقية التي اعتبرت أن تصريحات رئيس الجمهورية حول ما يسمى بالإحلال أو التغيير الديمقراطي
تصريحات يعني ذات نفس عنصري. يعني غريب أن يصدر مثل هذا البيان وينشر في مواقع رسمية ولكن دون إمضاء، ربما هذا لم يحدث في أي دولة في العالم. إلى أي مدى يعكس ذلك تخبطا ربما لدى الرئاسة أو لدى قيس سعيد وحكومته؟ حقيقة أن هناك مشكل حقيقي في مستوى يعني في المستوى الاتصالي وفي مستوى أيضا الخطاب السياسي للدولة التونسية. رئيس الجمهورية في كثير من الأحيان يصدر مواقف أو يصدر خطابات سواء متعلقة بقضايا محلية أو بقضايا دولية تكون في الغالب نتيجة لانطباعاته الشخصية أو لتوجيهاته أو ربما يعني تأثرا بتوجهات الرأي العام ربما أو بعض أنصاره أو بالمزاج الشعبي العام يعني على منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال ربما ما يحمله هو من مجموعة من الأفكار والتصورات الخاصة. وفي كثير من الأحيان تكون تلك التصريحات إما أنها مجانبة للواقع أو أنها غير دقيقة من حيث تموقع يعني تونس دبلوماسيا وجيو استراتيجيا، مما يضطر بعد ذلك الرئاسة أو الدولة التونسية عموما إلى إصدار تصريحات أو بيانات لتدقيق ما قاله رئيس الجمهورية. طيب سيد الحبيب، يعني مرة أخرى اتهام أطراف ربما يعني مشبوهة كما قال قيس سعيد وكما قال البيان، ويتحدث البيان عن أنه هذه الأطراف معروفة أو هذه الحملة معروفة مصادرها، ولم يذكر هؤلاء المتآمرين، لم يعرفنا من هم، وهذا الخطاب اعتدنا عليه من قيس سعيد منذ انقلابه وربما من قبل ذلك وحتى الآن، وكأنه هذه الأطراف التي تتآمر على تونس وكأنه سر حربي لا أحد يعرفه سوى قيس سعيد ولا يريد الكشف عنه، كيف نفسر هذا؟ يعني في هذه المسألة بالذات لا يستطيع السيد قيس سعيد أن ينسب التهمة إلى أحد. التهمة إن كانت هناك بالفعل تهمة تتعلق بمضمون الخطاب العنصري الذي صدر عن الدولة التونسية لا يمكن أن تكون إلا للبلاغ الذي صدر على لسان الرئيس قيس سعيد منذ مدة والذي تحدث بوضوح وبدون مواربة وبكلمات واضحة ودقيقة وبلغة عربية واضحة بأن هناك مؤامرة على تونس تتعلق بإحلال مجموعات من السكان يعني إفريقيا السمراء في تونس لكي يغيروا الطبيعة الديموغرافية لتونس، وأكد أن هذه المؤامرة تعود إلى أوائل القرن الماضي أو الحالي، ويعتبر أن تونس تنتمي إلى الأمة العربية الإسلامية وأن هذه المحاولة هي تقريبا رغبة في تغيير يعني التركيبة الديموغرافية لتونس والانتماء القومي للبلاد. تم بطبيعة الحال متابعة هذه التصريحات من البلدان الإفريقية نفسها، واتجهت هذه البلدان اعتمادا على هذه التصريحات إلى إجلاء عدد من رعاياها في تونس، كما تم تلقف هذه التصريحات من بلدان أجنبية أوروبية
من كتاب، من مفكرين، من صحف ومواقع إعلامية، مما يدل بوضوح على أن لا أحد تآمر على البلاد أو أعد هذه المؤامرة، لأن الأمر يتعلق بتصريحات واضحة ودقيقة. قام وزير الخارجية الجديد بمحاولة توضيحها لدى وجوده في جنيف مؤخرا في إطار جلسات يعني حقوق الإنسان، ويبدو أنه حاول أن يوضح ويدقق ويستدرك كوزير خارجية مع الأوروبيين، ولكن يبدو أن الأمر تجاوزه، مما دفع الدولة التونسية إلى أن تفكر في إصدار اعتذار ربما على هذه التصريحات. ولكن بطبيعة الحال جاء البلاغ مرة أخرى كما قلت أنت، مصرا على نفس الطريقة في التفصي من المشكلات التي تسببها السلطة الحالية للبلاد، بالقول بأن هذه المشكلات ليست صادرة عن سياسات السلطة ولا عن تصريحاتها، وإنما صادرة عن متآمرين لا نعرف من هم. طيب، يعني واضح سيد الحبيب بأنه قيس سعيد يأخذ تونس من هاوية إلى هاوية، ومن مطب إلى مطب، ومن مشكلة إلى مشكلة، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي، مع سواء إقليميا أو حتى دوليا. هل هذا يأتي يعني بسبب تخبط وعدم خبرة في تسيير السياسة، سياسة الدولة التونسية، أم هو شيء ممنهج ربما لتدمير البلاد؟ يعني البعض يرى بأنه ليس لقيس سعيد مهمة سوى تدمير تونس. الحقيقة أننا نحن نريد دائما أن ننظر إلى المسائل من زاوية نظر سياسية، لا نريد قراءة النوايا، ولا نريد أن نسقط نحن بدورنا في نظرية المؤامرة. نحن نقول أن هذا التخبط سواء على مستوى الخيارات الاقتصادية أو على مستوى الخيارات السياسية أو حتى على مستوى الخيارات الحقوقية في علاقة بالحريات وفي علاقة بالقضاء وفي علاقة بالخصوم السياسيين، يتعلق بنتائج ومخرجات أي حكم فردي استفرادي استبدادي. كلما كان الحكم فردياً كلما كثرت الأخطاء والخطايا، وكلما كان الحكم فردياً لم يكن موفقاً في اختيار المحيطين به، ولم يكن موفقاً في اختيار الخبرات التي يمكن أن تساعده. المستبد بطبيعته أولاً ينفرد برأيه أو يعتمد على حاشية لا هم لها بأن تقدم النصحة والإرشاد للحاكم، بقدر ما يكون همها بأن تسمعه صدى صوته لديها، أن تسمعه ما يريد. يعني الدبلوماسية التونسية لفترة طويلة رغم ما تملكه وزارة الخارجية التونسية من كفاءات سواء على مستوى الخبراء أو على مستوى الموظفين، ترتكب هذه الوزارة باستمرار مجموعة من الأخطاء في خياراتنا الدبلوماسية خضوعا لرغبات رئيس الجمهورية. على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خيارات اقتصادية واجتماعية مدمرة، لا لشيء إلا لأن وزارات هذا الاختصاص الاقتصادي والصناعي وغيرها تخضع إلى مزاج رئيس الجمهورية، والذين يتولون إدارتها يخضعون لمزاج رئيس الجمهورية. في مستوى وزارة العدل نفس الشيء، هذه الأخطاء الحقوقية وهذا الاستهداف للقضاء والاستهداف للحريات سببه أيضا أن هناك وزيرة تخضع لمزاج رئيس الجمهورية. النتيجة كلما كان الحكم فرديا وكلما كانت الحاشية مداهنة للحاكم الفردي، وقعت البلاد في الأخطاء والكوارث. شكرا لك سيد الحبيب بوعجلة، عضو حراك مواطنون ضد الانقلاب، كنت معي من تونس.